السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثالث من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن بقية الأدوات. عندي هنا الموفتول. الموفتول دي أداة تحريك، نقدر نحرك بيها أي عنصر في الملف، ولو ضغطنا كده على طرف الصورة ورحنا بعيد شوية كده هنلاحظ ان السهم بقى منحني كده، ده دلالة على انك تقدر تعمل روتيت لأي اتجاه. لو وقفت في النص كده تقدر تعمل سكيل لفوق او لتحت ومن الجنب، بس ده مش هيخليك تحتفظ بالنسب بتاعت الصورة. عشان نصغر او نكبر صورة ونحتفظ في نفس الوقت بنسبها نضغط على شيفت والت. ده بالنسبة للموف تول. لو احنا عندنا اكتر من طبقة وعايزين نعرف احنا نقف على اللير بتاعها بنعمل كليك يمين ونختار اول حاجة، او بنختارها ممكن تكون الطبقة اللي تحت. مثلا عندنا مثلا كروب بتغير لك المقاس بتاع الفايل اللي انت شغال عليه. لو وقفت من الطرف كده وعملت كده اهو، لو عملت تكتين كده خلاص الملف بتاعك بقت دي حدوده، ما تقدرش ترجع تاني. كنترول زد. وفي نفس الوقت كمان تقدر تكبره لبره. عندي القطارة. القطارة دي اقدر اخد منها درجة او نسخة من اللون اللي هتقف عليه القطارة. هنلاقي اللون بقى هنا او ده او ده. عندي كمان براش تول، الفرشة دي اهي بعمل بيها ايه، اخد لير كده فاضي اقدر استخدمها في الكتابة، اقدر الون بيها زي ما انا عايز. الاعدادات بتاعتها من هنا اقدر اتحكم فيها، يعني مثلا هنا قيمة الفولو بتاعها لو قللته كده اهو هنلاحظ ان قيمة اللون اقل. لو خليت القيمة 100 اللون بقى واضح وجاي معايا بتدفق. الاوباستي ده اللي هو درجة الشفافية، لو قللت القيمة بتاعته ومشيت باللون كده على اي حاجة هنلاقي ان هو اقدر اشوف اللون اللي تحتيه. لو خليت القيمة 100 خلاص بقى لون صلب. لو انت شغال بتابلت هيبقى في عندك اوبشن زيادة. لو استخدمت الشيب دايناميك هنلاحظ الفرق لما اخترناه اللي حصل للفرشة، الاطراف بتاعتها بقت حد، لو شلناه الاطراف بقت طبيعية. طب لو شيكنا تاني نشوف الاطراف عاملة ازاي وهكذا. بالنسبة للسكاترينج ده لو استخدمنا الاوبشن ده وحركنا كده هنلاحظ اللي بيحصل، فيه بقى فيه تكاثر كده للفرشة، اقدر اعمل بيها استخدمها في حاجات كتير. اقدر ازود العدد من هنا يبقى العدد اكتر، الكثافة اكتر. عندي ترانسفير، لو انا عايزة الفرشة تبقى ناعمة اختار بين بريشر ونلاحظ الفرق. هنشيل الشيب دايناميك، الاطراف بتاعتها شفافة. ولو انا عملت اوف هنا هنلاحظ ان الشفافية بتاعت الاطراف قلت. في عندي من هنا لو عملت كليك يمين هنلاحظ ان الويندو دي فيها كل الفرش اللي انا حطيتها عندي كلها تبقى موجودة هنا. خانتين، خانة للسايز اكبر منها الفرشة، اكبر حاجة لها اهي اهي، وأصغر قيمة لها هنا. الخانة التانية الهاردنس دي لو عليتها خالص كده هنلاحظ ان الأطراف عندي بقت حد، ولو قللتها بقت الأطراف ناعمة لدرجة انها ممكن تبقى مبلورة. ده بالنسبة لترانسفير. اقدر من غير ما ادخل على الشيب دايناميك اعمل كده اهو، استخدم نفس الايقونات دي بتديني نفس النتيجة من غير ما ادخل على لوحة الاعدادات. برضو هنا هنلاحظ ان الفرش الموجودة عندي برضو موجودة هنا، يعني اقدر ادخل لها من هنا واقدر ادخل لها من كليك يمين. كلون تول دي بتخليني اخد نسخة، مثلا انا عايز التانيات اللي هنا دي اضغط على الت واروح في المكان اللي انا عايز احط فيه. انا مش واقفة على اللير بتاع الصورة اهو كده، اضغط على الت
واختار واروح في المكان اللي انا عايزه انقل فيه الختام، نقلتهالي بنفس التفاصيل، بس هتنقل لو انا حركت ايدي هتنقل برضو الحاجات المحيطة بيها. انا اقدر اكبرها شوية واقدر اصغرها شوية وهكذا. الباترن ستامب تول لو انا مختاراها واخترت باترن من الايقونة دي وبعدين اشتغلت بيها كده، هتجيبها لي هتملالي بيها المساحة اللي انا عايزاها. في البراش لو احنا وقفنا عليها شوية كده هنلاقي فيه اوبشن تاني، البنسل قلم. هو الفرق بينه وبين البراش ان انت هتلاقي فيه خرفشة كده في النتيجة بتاعته. واهم اداب من وجهة نظري هي الميكسر براش تول. الميكسر براش تول ده عاملة له درس مخصص في الكورس بتاع المحترفين، بس هو شرح سريع كده بيمزج لي الالوان ببعض، اقدر استخدمه في دمج لونين ببعض ان انا اطلع لون مختلف منه عن طريق الاداة دي. لو علينا قيمة الميكس اللي هو الخلط هنلاحظ ان فيه لون جديد بيتكون. أداة مفيدة جدا واستخداماتها كتير، أقدر استخدمها في أكتر من حاجة، أقدر أكتب بيها، أقدر أعمل بيها تأثير 3D. اللي حابب يعرف عنها أكتر ممكن يرجع لكورس الديجيتال بينتنج ويشوف الدرس بتاعها. إريز تول دي معروفة اللي هي الأستيكة، لو احنا قفلنا الأيقونة دي هنلاقي الأستيكة بتمسح بشكل فعال أكتر. طيب لو احنا عندنا مساحة زي دي عايزين نمسحها، الماجيك إريز تول هنقف كده على الطبقة ونضغط، في ثانية هنلاقيها اختفت. طبعا البنت باك تول معروف فور جراوند، يعني اختار اللون من الفور جراوند كولر، هنا هنحطه على مساحة زي دي مثلا. اهو عندي ايه تاني، عندي الجريدنت تول ده بيديني امكانية ان انا اعمل لون تدريجي لاي مساحة انا محددها. لو عملنا كده مع شيفت هينزل لي ده اللون، اقدر اغير في اللون من هنا، هو عادة بيكون لونين بس انا اقدر احط عدد الالوان اللي انا عايزه، احط لاي ضغطة كده بتحطلي لون جديد، واضغط من هنا واختار اللون اللي انا عايزاه مثلا واقول له اوكي، وابدأ احط نقطة وما سيبش الماوس واشد، اقدر اعمله بالعرض. غير ان انا عندي كذا اوبشن هنا، مثلا ده دائري، ده دي النتيجة. عندي طبعا هنا السمادج تول لو وقفنا عليها شوية هتطلع لنا ثلاث ايقونات، البلور والشاربن والسمادج. لو جربنا مثلا حاجة زي دي واخدنا السمادج تول بتعمل ايه؟ السمادج تول فيها اوبشنين، اول واحد انا لو معلم على سكاترنج هنا وعندي قيمة قليلة هنا في السترينث وعملت كده هنلاحظ التأثير، بتموه الالوان. لكن انا لو شلت سكاترين هنلاحظ ان الشكل بتاع الفرشة بتاعها اتغير، بس لازم اعلي القيمة بتاع سترين على الاقل مثلا 80، وجينا سحبنا كده هنلاحظ ان اللون بيتشد معانا، بتتحول الاداة لحاجة تانية خالص، دي السمادج تول. الشاربن تول بتعمل ايه؟ بتعمل توضيح، يعني انا اقدر مثلا اروح على الاجزاء اللي انا بلورتها دي بس بنعلي القيمة، تشوف النتيجة، تشوف الفرق بين ده وده، توضيح. البلور تمويه بس بدرجة بسيطة جدا، اقدر استعيد عنها لو انا اخدت بلور، لو انا حددت مثلا المكان اللي انا عايزة اعمله بلور كده مثلا ورحت هنا من فلتر واخترت بلور فيلد بلور مثلا، هنشوف النتيجة عاملة ازاي، اقدر اقللها واقدر ازودها، فرق شاسع بينها وبين تأثير الاداة. بالنسبة لهنا في عندي دوج تول، دي بتعمل نشيل التحديد الاول، دي بتعمل تأثير اللمعان، يعني لو انا عندي لون غامق وعايزة افتحه بتكون فعالة جدا.
عندي معاها البيرن تول ده بتعمل العكس، بتغمق. عندي لون وعايزة اخد الدرجة الاغمق منه من غير ما استخدم الفرشة، استخدم البيرن تول. سبونج تول دي بتمتص درجة اللون، شالت اللون تماما، يعني هي زي ما تكون بتعمله اسود وابيض او ابيض واسود. البنت تول قلنا طبعا هيبقى لها شرح مخصص في درس أداة الكتابة. أداة الكتابة مجرد ما بنضغط كده ونبدأ نكتب، بنلاقي ظهر لها لير تايم لاين هنا. لو اتكينا عليه على الأيقونة بتاعت التي تكتين كده هيطلع عندي شريط الخصائص بتاعها. لو ضغطت هنا على ده هيظهر عندي الويندو بتاع خصائص الكتاب. طبعا اقدر احركه من الموف تول اوديه في اي حتة، اقدر اتعامل معاه. هنا اقدر اغير الخط زي ما انا عايز وهكذا، اقدر اغير السايز، اكبر اصغر، اغير اللون مثلا، اتعامل مع الخصائص بتاع التكست الايطالي والصلب وهكذا. الباراجراف اقدر اخلي الكتابة من تبدأ من جهة الشمال او جهة اليمين او في النص. تعامل في عندي كمان لو ضغطت على الكونة تاني، في عندي هنا الاوبشن ده، لو ضغطت عليه كده هطلع على الرسالة اقول له اوكي. اقدر اعمل شكل الكتابة تبقى عليه، لو اخترت ده على شكل قوس مثلا واقدر اغير فيه اخلي العكس وهكذا. في عندي بريسيتس جاهزة هنا اقدر اختار منها، وانا اقدر بنفسي ان انا اعمل الشكل اللي انا عايزه وهكذا. اقدر اغير اللون برضو من هنا من شريط الخصائص اللي هنا، واتعامل مع الباراجراف من هنا. اقدر اخلي فيه ناعم او شارب من هنا وهكذا. ده بالنسبة للتك. عندي الاداة دي فيها مربع اللي هي جاهزة، اقدر اخدها جاهزة كده واغير اللون بتاعها من هنا. هنا لون الداخلي وهنا لون الستروك مثلا، لو اخترت ده اقدر احدد العرض اللي انا عايزه، عرض الستروك من هنا. اقدر اغير شكل الستروك اخليه مثلا كده او كده، والباقي كلهم زيها. ولكن الاخيرة دي كاستم، دي لو اخترتها هيظهر لي هنا في الاخر كده شريط ايقونة فيها اشكال جاهزة. لو ضغطت هنا على اليمين ونزلت قلت له اول، كل دي حاجات جاهزة هو عاملها لي اوبشنز اقدر اخدها. اقدر اخد كل واحد لوحده واقدر اخدهم كلهم بقول واقول له ابنت. هبص الاقي القائمة بقت مليانة، اقدر اخد اي شكل عندي جاهز واتعامل معاه. لو عملت كنترول تي اقدر احركه، اقدر الفه زي ما انا عايز وهكذا. طبعا عندي الهاند تول اقدر اتعامل معها كده مع الملف، احرك الزوم. هنا الالوان ان شاء الله في الدرس الجاي هناخد بقية القوائم.